سيدي هذاك الشاب هذاك شايفه هذاك اللي اسمه عصام هذا يا سيدي عصام اخو لمعتز وابن اخته الاكيد ابو شاب وهذاك الرجال اللي هذا هو الوحيد هذا بيقولوا له ابقاسم ابقاسم بقى بيكون خاله لمعتز ولعصام واخو الاكيد ابو شاب سيدي شايفه لهذا اللي قاعد بين اثنين خطير اللي عم يبكي هذا بيقولوا له ابدر سيدي ليش جايبينه هذا واحد اجدب وخويته بخاف من مرته كثير ما بيسجد فلاصه تابا منها اللي قاعد على شماله هذا بيقولوا له ابو محمود واحد ختيار عجوز خرفان سيدي في عندك هذاك 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 السمين اللي قاعد جنب ابو قاسم عرفته سيدي هذا الطبل بيقولوا له ابو بشير صاحب الفرن ورفيقه لاب حاتم صاحب القهوه في عندك سيدي هذاك هذاك هنيك اللي قاعد جنب هذا ابو بدر هذا بيقولوا له ابو مرزوق طلع هذا اللي شكله مثل البطيخه هذا القصير هذا الخضري اللي جاره لاب حاتم تبع القهوه هذاك سيدي هذاك اسمه أب ممدوح أب ممدوح الحكواتي تبع الحارة يلي بيحكي القصص بالقهوة بس واحد ما بيطلع بيده شيء لا بيحلو لا بيربط ايوه كتر خيرك يا أبو شودات نحن رح نبعت برقية إنهم يرفعوك كتر خيركم يا سيدي دماتي لألكم أنا